طبعا كلنا عندنا يعني بنقول كده حاجات من بعد العيد، ايه انا هروح الجيم كمان شوية، طب بعد العيد الكبير، الكلام اللي هو ايه ما يجيبش ولا يودي، ده عارفه يعني. كلنا عارفين. احنا النهاردة بقى معانا في الحقيقة نموذج رياضي، لو انت بتتفرج علينا دلوقتي ولسه عندك يعني الحجة الشغف دي، ده لسه بتقول الحجة دي، هتغير رأيك. النموذج الرياضي ده في الحقيقة أثبت إن العمر مجرد رقم، صحيح، رقم بيجسده قصة موجه بوزارة التربية والتعليم، اللي سافر بالدراجة من المنوفية لدهب احتفالا وتوثيقا لعيد تحرير سيناء على طريقته الخاصة، وهو يبلغ من العمر ما شاء الله ما شاء الله 59 سنة. الله أكبر. يعني اللي عارف رياضة يعني ركوب الدراجات يعلم جيدا إن هي رياضة مرهقة وبتشتغل على جدا كل عضلات الجسم، وبتحتاج الله أكبر يعني صحة كويسة وقلب حديد ما شاء الله. وإيد كويسة يعني خلينا نسمع بقى منه أحسن. يعني الله أكبر. يعني أستاذ خالد أبو رادي، إحنا ما عرفش نعمل كده أستاذ خالد. أستاذ خالد أبو رادي يعني اتخذ من رياضة ركوب الدراجات هواية، بدأ يستخدم الدراجة في كل مكان كان بيتحرك فيها وبيمر بيها على المدارس، وبعد كده بدأ يسافر بيها للقاهرة عشان يزور قرايبه، وتطور الأمر أنه سافر بيها لكل محافظات مصر. خلينا نعرف تفاصيل القصة دي. الأستاذ خالد أبو رادي الموجه بوزارة التربية والتعليم وصاحب هواية السفر بالدراجات، أهلا بيك يا فندم. صباح الخير عليك. صباح الخير يا فندم. صباح الفل عليكم جميعا. صباح الخير عليك يا فندم. الهدف ايه من رحله دهب؟ يعني اديني كده يعني ايه الخلاصه، حضرتك عايز توصل رساله الاول ايه انك تسافر بالدراجه من المنوفيه الى مدينه دهب؟ الرساله الاولى اللي انا عايز اوصلها بصراحه للشباب كلهم، صحيح، ان مفيش حاجه مستحيله، حقيقي، ان الرياضه عامه اي رياضه كانت مفيدة جدا، وبالذات رياضة الدراجات والترحال، كمان الترحال بالدراجة بيفرجنا على بلدنا وبنشوف معالم بلدنا بطريقة تانية خالص. بتمشي على الطريق خطوة خطوة، متر متر، شبر شبر، بتتفرج على حاجات لو راكب عربية أنا مش هشوفها. صح. فالرسالة للشباب إنهم بس يهتموا بالرياضة شوية ويحاولوا يمارسوا أي رياضة يحبوها، أي رياضة يحبها هو الشاب، بدل قعدته على القهوة، بدل المشي في الشارع، بدل المشاكل دي. الرسالة الأولى اللي أنا بوجهها لهم يعني. طيب أستاذ خالد، يعني خلينا كده إيه ناخدك قدوة لينا، وأنا منهم يعني، عايزة أعرف أنت ابتديت إمتى رياضة، يعني ابتديت إمتى تركب الدرجات؟ هي من فترة مش كبيرة قوي، إن أنا بحوالي 4 سنين كان عندي الموتوسيكل وبعته وجبت الدراجة، فبدأت واحدة واحدة إيه أروح شغل بيها، ولا الشغل ده لا يقل لي مثلا 50 كيلو رايح جاي كل يوم يوميا. ما شاء يوميا. الله ما شاء الله. فبدات من هنا بقى، طب ليه ما اخشش مع اي فريق؟ ليه ما الفش في برنامج مثلا هنشوف بلدنا على عجله؟ ليه ما اخشش اشوف والف واروح؟ طب حضرتك قبلها كنت رياضي؟ ولفيت معظم محافظات مصر الحمد لله. باقي لي خط الصعيد بس. يلا بينا يلا بينا نعمل ده. طب قول لي كنت قبل كده رياضي ولا لا؟ يعني كان من 4 سنين اول مره تبدا. اول مره ابدا كان، لا كان فتره كبيره من 10 سنين فاتت، كان عندي برضه عجله عاديه سابق برضه، بس رحت بيها اول مشوار من 10 12 سنه، كانت وقت التحرير برضه لاخواتي هناك، ورحت بيها مره تانية لغايه اللهم صل على النبي لغايه العاشر من رمضان. فبدأت بقى يعني واحدة واحدة، دي صور كده حاجات كانت وأنا بخيم في الصحراء البيضاء، كانت رحلة حلوة. ورحلتي الدهب بصراحة مشيت من البلد من عندنا، حركت الساعة 3 الصبح على طريق الأوسطي، دخلت على طريق إسماعيلية، وصلت السويس، عديت النفق، وصلت لغاية راس سدر، يعني حوالي تقريبا 300 وشوية كيلو خدتوه في يوم تقريبا، يعني في حوالي بتاع 13 14 ساعة. وعديت النفق بالعجلة؟ لا، حطيتها على العربية وعديت بعد النفق بشوية، ونزلت ركبت تاني. حضرتك ما هو أنا برضو ده سؤالي يعني. اتفضل. يعني بتسافر ازاي؟ يعني برضو دي برضو مش مفهومة، يعني حضرتك بسافر بالعجلة ومسافات طويلة. تمام. يعني معاك أكل ازاي؟ بتقعد فين؟ شفت لو في صوره كده معداتك ازاي؟ لو حصل لا قدر الله اي حاجه في العجله بتعمل ايه؟ يعني معايا حضرتك، معايا داخلي كاوتش داخلي، ومعايا كاوتش خارجي،
ومعايا السفسيون ومعايا الحام ومعايا العده بتاعتي ومعايا شنطه بحطها على كرسي ورا العجله كرسي الخلفي للعجله ومعايا خيمه. يعني انت كمان ده انت شايل وزن معاك؟ معايا خيمه طبعا لازم عشان لو بيت في الطريق افردها وانام فيها. ده انا قصدي انت بتسوق بوزن. وزن اكيد حوالي ما يقلش على 20 كيلو ما شاء الله. طب ردود فعل بقى اهلك ايه لما عرفوا انه والقرايب وكده ان انت بتسافر المسافات دي كلها على عجله؟ متخيله مثلا اكيد مثلا مرات حضرتك قالت لك يعني خافت عليك قالوا لك بلاش صح في الاول؟ هم لغايه النهارده بيقولوا لي بلاش، لغايه دلوقتي بيقولوا لي بلاش. خايفين عليا برضو من السن من حد من الطريق كده. بالعكس من السن ايه، ده هو احلى حاجه حضرتك بتعملها. الحمد لله لحضرتك، الحمد لله تمام والله. يعني بحاول برضو ايه بكل مره كده اطلع لهم بحجه شكل علشان يعني الدنيا تمشي. طيب العجله بتعمل ايه في جسم الانسان؟ بتلعب على اعضاء ايه؟ بتقوي ايه؟ يعني اشرح لنا الميكانيزم، لان انا شخصيا بحب ركوب الدراجات من ورا صغير يعني، وبروح واجي على الموضوع، بس هي مرهقه يا استاذ خالد. خلينا هي حضرتك مجرد ان انا بس بركب العجله ربع ساعه الاول كده من المشوار تبقى صعبه شويه، ساعه تقريبا خلاص بيبدا حاجه رباني كده زي ما تقول حضرتك الادرينالين بيتحرك في الجسم. ايوه فبيخرج للمخ. فانا بصراحه بنفصل تماما عن ان انا في البيت او ان انا عندي مشاكل او وبحس كده ببهجه وراحه ونفسيه طبعا مرتاحة. بتغير المود تماما إن انا ماشي يعني تغيير كامل، تغيير 380 درجه. يعني احنا بنشكرك الاستاذ خالد ابو راضي موجه بوزاره التربيه والتعليم، واللي سافر بالدراجه من المنوفيه للدهب تجسيدا وتوفيقا لعيد تحرير سينا على طريقته. يعني احنا بنهنيك على في الحقيقه ده انجاز، ما نقدرش نقلل من حاجه زي دي، انجاز كبير، الف مبروك عليه، ومستنيين كده الصعيد بقى، خط الصعيد. الشغف يعمل حاجات كتير قوي مثلا.